اسمي مسبعي بن جنات كونسلتانت اون بيتيت انفانس في التعليم الاولي بالنسبه للمدارس على قبل الخلاص وداك الشيء مو جو دي كو لا كريز الي جينيرال كاين شي عائلات اللي تضرروا دونك يقدروا يبرهنوا لهذا الشيء المؤسسه باش يكون واحد نظر في لا سيتوياسيون فينانسيير ديالهم من حقهم الا كان لو بابا كوميرسون والام حتى هي تتبيع وتتشري وشي حاجه وتضررات المدخول قليل هذا الشيء الاداره كتحل واحد الحوار فيه ما كاينش مشكل الوغ بالنسبه لي شارجيو لهم لو بروغرام انا جو بونس هما كيبغيو يعطيو لو ماكسيموم الاداء ديالهم وعلى اللي لاحظت الاغلبيه الوليدات ديال التعليم الابتدائي كيحبسوا في ثلاثه دونك سا ديجا سي اون تري بون شوز انا الدري كيحبس في ثلاثه بالنسبه للوليدات ديال الكوليج ما بقاوش اطفال صغار دونك تبارك الله سي دي زونفون اوتونوم كيقدروا يتكونيكتاو كيعرفوا يميتريزيو لي لوجيسيال دونك ديجا في الكوليج الاستاذ كيعودهم على واحد لا ميثود دو طرافاي انك بحال حنا اليبوك في لافاك مثلا كنعرف عندي مراجعه نقدر نتسنى ان ايميل في الليل من عند الاستاذ يقدر يلغي الحصه ديالو الا كان كيقري في شي مدرسه اخرى ويعطيني موعد الجمعه مساء ولا السبت صباح ساعه ولا ساعه ونص دونك بالنسبه للوليدات ديال الكوليج والليسي في لي زيكول بريفي سورتو دونك هذاك كاين واحد لو كونتاكت فاسيل وكاين واحد لو ديبا اونتر لو بروفيسور اي ليليف المشكل كيتطرح بالنسبه للوليدات ديال البريمير كنظن بلي ان امبلوا دو طون من 8 ونص ل 3 مع ساعه ديال الوقت الغذاء باسكو ما نساوش بلي اي لي اسونسييل ان الوليدات ينضبطوا من ناحيه المواعيد القرايه بحال الا كان العام عادي يحاولوا ياخذوا الفطور ديالهم في الصباح يمشطوا يلبسوا يجيو قبال الشاشه ماشي حيت راني في الدار دونك سي با غاف ولدي يقدر يخرج بالبيجاما نو باسكو هذا وقت العمل خاص واحد الدري الطفل ينضبط مع داك وقت العمل عنده واحد 10 دقائق ديال لا ريكرياسيون ماشي فيها باس يخرج يدير واحد لا بوز ماما تعطيه واحد ان فروي تعطيه ان ياغورت شي حاجه اللي تفيدو نفس الشيء وخا ساعه بالرغم انها كاينه ساعه ديال البوز فقط لاغلبيه المؤسسات بريفي سورتو مي هادشي ما كيمنعش انني نعطيه ان روبا كومبلي سي با باسكو ولدي غيتغدى غنقول ليه سي با غاف وما كنظنش الاباء كيديروا هادشي لانهم كلهم حريصين وحتى اللي ماشي حريص الوغ حنا واعيين بلي لا سيتوياسيون صعيبه على هاد لي مامون هادو ولا حتى لي بارون حيت بعض المرات الام مضطره تخرج والاب يقدر يخدم بوتيتغ اون تيلي طرافاي من الدار ولا شي حاجه لانهم دابا بزوج اي سون كونسيرني مي اللي خاصهم يعرفوا ان هاد لا سيتوياسيون باساجير ان شاء الله الى ربي خلانا سي اون كيسيون دو كلكو سيمين كلكو جور ما يحاولوا ما يتعصبوش مع الدراري جو سي كو كيكون واحد في قسم والثاني في الاول ابتدائي ديالو والاخر في لا موين ولا لا بيتي سيكسيون اول دخول لي دونك هي بلوس كتبغي تعطي وكدير واحد المجهود بلوس كتوت الفيكول وكالوغ ترانسمي داك لو ستريس ديالها دونك سكو جو بو لوغ دير سي كو تخلي الوليدات الكبار منهم الاساتذه ديالهم سا الي امبورطون ولكن هي الدور ديالها ولا الدور ديالو انها توفر له اللي خاصو الادوات يكونوا مجدين على حسب استعمال الزمن ماشي تيجلس الاستاذ عاد هو غيمشي يقلب فينا هي العربيه وفينا هي الفرنسي وفينا هو لونغلي مثلا بالنسبه لنا المدارس اللي عندهم لغات اجنبيه البيرو يكون خاوي الادوات محطوطين حدا استعمال الزمن قبلته شنو غيستعمل حيت عندهم كل شيء في استعمال الزمن دونك هي الا وفرت لي واحد الجو و دو طرافاي ركادري بحال اللي كنديروا حنا فاش كنكونوا في الاقسام هي ديجا ساعداته اول شيء بالنسبه للوليد لا ماتيرنيل محتاج بلوس انها تكون جنبه اي سي نورمال باسكو حنا عارفين كاع الاباء مشاو مساكن شراو اجهزه تكلفوا داروا مصاريف زياده هاد السيمانه والاسبوع اللي فات اللي كان عنده اورديناتور واحد زاد الثاني اللي عنده تابلت زاد اورديناتور شراو دي كاميرا شراو دي كاس هذا ان انفستيسمون كبير دونك بيسكو هما اي سو سون انفستي psychiquement financièrement في هذا التعليم عن بعد autant يكملوا بانهم يخليوا واحد الجو كالم بيزيبل بالنسبه لوليداتهم بيان سور ما ننساش البورطابل لان احنا كنا امهات البورطابل ديالنا ما كيهداش من كيسرسر كل مره عيط لي شي حد نهضر بشويه التلفازه بيان سور ما تكونش مشعوله الوليد الكبير نقدر نعزلو مثلا في الصالون باسكو كبير يقدر يستقيم الجلسه ديالو غتكون مستقيمه الوليد اللي متوسط خاصو يجلس جلسه مستقيمه في البيرو ديالو افيك لو دو بيان دووا افيك لا تيت بيان دووا حيت هادشي راه الاخصائيين كيهضروا عليه بور ايفيتي لي ديفياسيون بور ايفيتي اون موفيز بوستور لونفورس يستقيم
اي الوليد الصغير تخليه في ديك واحد ساعه 45 دقيقه تقريبا الطفل اللي عنده مع ليدوكاتريس ديالو تخلي لا فيديو اون لين ولا لاكتيفيتي تبعها له وهو وحدها وما حدا يرد له البال تحاول بشويه بشويه تخليه يدخل في الحوار مع الاستاذه ديالو الوغ هذا الشيء راه تقريبا جاوبنا عليه كاين عائلات ما عندهمش لي مويان ولكن نقدر نقول لك بلي الاغلبيه على قبل تمدرس ديال الاباء ديال الوليدات ديالهم من خلال الميساجات ديالهم من خلال الامهات اللي كنتلاقى بهم كلهم حاولوا يديروا المجهود باش يوفروا لو مينيموم لوليداتهم بيان سور غادي هما اوتوماتيكمون كيقول لك الاسبقيه الكبير الكبير اللي خاصو لورديناتور الكبير اللي خاصو لو كاسك ايتترا وكيقول لك الاخرين كيفوالو وقت ما شقراو سي فري كو بالنسبه للوليدات ديال الروض ما كيفوتهمش الحال حيت ما غيقراوش ولكن هذا ما كيمنعش انني حتى الى بالنهار ما قدنيش الوقت انني نجعلو يتكونيكتا مع الاستاذه ديالو نصيفط لها اس ام اس نتحاور مع الاداره راه في الصباح راه ما يمكنش ليا نتقسم على ثلاثه احنا كنا اوني دي مامون اون سي كون بو با نتقسموا على زوج فما بالك على ثلاثه نحاول نمشي للمؤسسه نريكوبيري لي زاكتيفيتي ديالو نطبعهم ولو سوار مين ولي خوتو يكونوا سالا ويكون الجو ملائم نجلسو نخدمو معاه ونبريزونطيو ليه لي زاكتيفيتي ونشرحوهم ليه ولو بالامكانيات القليله اللي عندنا دونك اوتوماتيكمون الاباء كيسبقوا الكبار حيت اقسام بالنسبه لهم كبيره انهم خاصهم يتبعوا ان 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 وهاد الدخول كنعاودو نكونوا حريصين على انها سي اون رونتري اوفيسيال هنا ما رحناش في ديك 3 شهور الاخرى اللي ما قبل الصيف دونك البروغرام بقى فيه والو دونك هنا بروغرام بيداغوجيك جديد لو بروغرام سكولير دي زيكول دي كلاس غراند كلاس جديد والبرمجه كلها جديده دونك خاص الدري يتصنط ويركز مع الاساتذه ديالو واللي صغيورين هذاك دور الاباء انهم يتواصلوا مع لي زيكول باش نحاول نريكوبيري لي زاكتيفيتي ديالهم ونخدمهم اليوم غدا بعد غدا المهم في هادشي انني جو نو دو با لوبليجي à faire une activité. Il a ma brache dira, c'est pas grave, n'a une proposer à l'heure d'abord, d'abord, chez où qu'est-ce qu'il y a prêt à discuter et à travailler.